I'm ready now. السلام عليكم، اهلا وسهلا بحضراتكم جميعا اللي بيشوفونا من القاهره والمحافظات، اخواتنا اولادنا العاملين والمقيمين بالخارج واللي بيشوفونا من الاشقاء، اهلا بكم. مش اقتصاد قوي بس موضوع مرتبط بشده بالاقتصاد المصري ومرتبط بالسياسه الخارجيه المصريه وكمان الامنيه والاستخباريه، وفي نقاط مهمه بيبني عليها كل السيناريو ده وهي النقاط الفنيه. فبالتالي احنا بحاجه للاستماع الى اساتذه هندسه السدود والخبراء الفنيين فيما يخص سد النهضة، وبعدين ما يخص اتفاقية عين تيبي اللي مكتوبة قدام حضراتكم في العنوان وعلاقتها بستة أو سبع أو ثمان، والقوس ده مفتوح سدود أخرى يتم بنائها دون إخطار جمهورية مصر العربية أصلا، باعتبار أنها الدولة على قد مساهمتها في المياه المتدفقة وهي بتساهمش في التدفق ده. ناس تقول ده خراب كبير جدا للبلد، ناس تقول لا ده السد هينهار ما تقلقوش، طب لو ده انهار التانيين اللي هيتبنوا هيتعمل فيهم ايه؟ وهينهار امتى وازاي؟ كلام كتير في هذا السياق. دكتور محمد حافظ استاذ هندسه السدود معانا عشان يشرح لنا ويوضح لنا المخاطر والتحديات ولو في فرص لاتفاقيه عين تيبي. يا مرحبا يا دكتور، اتفضل. اهلا وسهلا بحضرتك والساده المشاهدين، ممكن ابدا المحاضره؟ اتفضل. نعم ابدا. أوكي، بسم الله الرحمن الرحيم. هل شايف المحاضرة كده عندك؟ نعم واضح. 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 هل واضحة كده عندك كويس؟ واضح تمام. واضح تمام. أوكي، بسم الله الرحمن الرحيم، وأسع ربنا كل شيء علما. على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين. الليله هنتكلم على اربع نقط محدده، وهي اول حاجه اتفاقيه عين تيبي واللي هي بدء تنفيذها من حوالي يومين ثلاثه، وبعض المشاكل الفنيه في سد النهضه، وبعد كده هنتجه للمنظور المتفائل شويه وهو محاوله لايجاد حل لمشاكل المياه في الدولة المصرية. نبدأ في الأول بعين تيبي. زي ما حضرتكم شايفين هنا، أبي أحمد رئيس وزراء أثيوبيا ومعاه الرئيس الجمهورية جنوب السودان وواحد تاني برضه من وزير خارجية تقريبا، وهم في آخر اجتماع ليهم، واللي من بعدها على طول تم توقيع اتفاقية عين تيبي في دولة جنوب السودان. احنا لغاية الشهرين تقريبا كان الموقعين على الاتفاقية خمس دول فقط من دول حوض النيل اللي هم 11، ولكن كان يعني ينقص واحد كمان علشان يبقى الاتفاقية فعالة، لأن النظام الجديد حاليا هو النظام الأغلبية وليس نظام الثلثين. يعني في كافة الاتفاقيات السابقة علشان تكون الاتفاقية سارية لابد أن يكون ثلثي أعضاء حوض النيل دول حوض النيل موافقين عليها، إنما عين تيبي قالت لك لا، أن الاتفاقية دي بتمشي بالأغلبية يعني 51%. ولذلك لما جاء حصل إغراءات كثيرة لدولة جنوب السودان واللي مصر كانت بترعاها منذ استقلالها، أو هي عملت كمان على استقلالها أيام وزير مخابرات عمر سلمان. فالمهم فالمفروض إن ولاء جنوب السودان للدولة المصرية المفروض ان هو يكون اكبر من ولاء دوله جنوب السودان لاثيوبيا، ولكن اللي حدث حاجه غريبه جدا. حدث ايه؟ ان دبي او الامارات راحت ادت لجنوب السودان 13 مليار دولار قرض على مدى 20 سنه.
ده الكلام ده كان قبل توقيع جنوب السودان لاتفاقية عنتيبي بحوالي أسبوع تقريبا. فلما حضرتك تعلم أن إجمالي الإنتاج المحلي لدولة جنوب السودان زي ما أنت شايف هنا في سنة 23 كان حوالي كام؟ 1.3 مليار. كامل الدولة، كامل الدولة كل إنتاجها القومي 1.3 مليار سنة 2023. تيجي أنت تديها 13 مليار، يعني 10 أضعاف إجمالي إنتاجها السنوي، دي تبقى يعني إيه؟ مبلغ كبير جدا، مبلغ كبير جدا. يعني أنت أعطيها 10 أضعاف إنتاجها القومي السنوي دفعة واحدة علشان تحسن من وضعها الاقتصادي. بصراحة مفيش حد يقدر يقف أو يمنع نفسه من قبول هذا الإجراء. بعد ما الإمارات العربية عطت لجنوب السودان هذا القرض الكبير 13 مليار، بعدها بأسبوع تم توقيع جنوب السودان لاتفاقية عنتيبي، وبقت هي الدولة رقم 6. 6 من 11 يعني أكبر من 50% بواحد، فصارت الاتفاقية قابلة للتنفيذ، ومش محتاجين موافقة مصر أو موافقة السودان، واللي هي رافضين مصر والسودان رافضين التوقيع على هذه الاتفاقية منذ تأسيسها سنة 2009 أو 2010، وكانوا بيبذلوا قصارى جهدهم لمنع دول أخرى الانضمام لعنتيبي. المشكلة إن الدول اللي وقعت كلها هي من دول اللي هي بيقال عنها دول المنامة، بينما دول المصب أصبح ليس لها أي دور. فلو حتى هم عادلين أو هم يعني عايزين يخلوا الاتفاقية متوازنة مفيش مشكلة، كان أوكي يقول لك خلاص نخليها 51% بشرط إن ضمن ال 51% يوجد توقيع أحد دول المصب. ولكن إصرارهم إن يكون القرار كله قرار دول المنبع وليس دول المصب، ده يعتبر ظلم كبير للدولة المصرية. ويعني طيب كده يعني كده في نفس دكتور، احنا عندنا مصيبتين دلوقتي. مصيبة انه تم شراء جنوب السودان، ما فيش، ما وقعتش يعني الا لما تم دفع في رشوة غالبا كبيرة جدا. تانية، القرار اصبح قرار دول المنبع، فدول المصب غالبا هتشتري المية بعد كده. احتمال كبير جدا، احتمال كبير جدا، احتمال كبير جدا. وخاصة إن دولة جنوب السودان حاليا بتخطط لبناء سد كهرومائي، يعني حاجة زي سد النهضة على النيل الأبيض اللي هو بيجينا من دولة جنوب السودان. كما تعلم إن دولة جنوب السودان بتستلم كمية كبيرة جدا من مياه النيل الأبيض، ولكن كلها بتروح في المستنقعات، حوالي 50 مليار تقريبا بيروحوا في المستنقعات، واللي بيوصل لنا من تلك الكمية كمية بسيطة جدا لا تزيد عن 11 مليار. ده اللي بيوصل للدولة المصرية والسودانية، الدولة المصرية والسودانية، وبيشاركوا مع بعض هذه الكمية من خلال اتفاقية 1959. فطبعا تدخل الإمارات ودفع الرشوة الكبيرة دي لدولة جنوب السودان، بصدق محدش يقدر يمنع هذا الأمر. يعني أنا لو رئيس جنوب السودان مش هفكر مرتين. فده اللي حصل. يعني هي فهي مش خيانة لدولة جنوب السودان، ولكن هي في الأهم هو تحريض الإمارات على مصر. الإمارات ماشية على كافة مصالح الدولة المصرية بأستيكة، وعمالة تمسح كل مصالح الدولة المصرية. الدولة المصرية ولكن هي ضد الدولة، مصالح الدولة المصرية، ولكن هي قلبا وقالبا مع السيسي. فعلاقتها بالسيسي إيجابية جدا وخيرة جدا جدا، وواقفة وبتسنده بالكتف وعمالة تدعمه بكل ما تستطيع. ليه؟ لأن استمرار السيسي هو استمرار للإمارات في إنهاء مصالح الدولة المصرية. طيب خلينا نقول انه في مشروع تتفق عليه الاطراف، هنا ايه المخاوف من اتفاقية عنتيبي في الاجل، لو قلنا ال5 سنين الجايين، احنا نخاف من ايه كمصريين دلوقتي؟ ايه اللي يقلقنا؟ اوكي، شايف حضرتك الخريطة دي؟
شايف الخريطة دي يا أستاذ محي؟ ألو؟ 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 واضحة الخريطة، واضحة، نعم. رد عليا. طب دي توزيع الأمطار في القارة الأفريقية، كل ما اللون اللي باللون بيلون الأزرق ده. كل ما اللون بيتجه من أبيض لأزرق، ده معناه كثافة أمطار في المنطقة. زي ما حضرتك شايف انت الدولة الأثيوبية معظمها أزرق، كويس. عليها مطر، عليها مطر. ودول حوض النيل زي تنزانيا وأوغندا وكلام من ده كلهم تقريبا أزرق، يا إما أزرق غامق يا إما أزرق فاتح. شوف بقى الدولة المصرية وليبيا وشمال السودان أسود في أسود، كويس، مفيش أمطار. يعني كمية الأمطار اللي بتسقط عندنا على الساحل الشمالي فوق عند اسكندرية والكلام ده من اللون الابيض، اللي هي اقل كميه، اللي هي تقريبا حوالي في حدود حوالي 50 ام ام، 50 ام ام في السنه، يعني حوالي 2 انش في السنه. Alright. بينما الدول الاخرى ممكن في المتوسط حوالي متر ونص، 2 متر على المتر المسطح، بينما احنا عندنا في مصر هنا حوالي 50 مم على المتر المسطح. هنا في اثيوبيا بيوصل لمتر ونص و2 متر حسب التوزيع ده، كويس. فالدول اللي هي غرقانه في الميه عايزه يعني بتتامر لحرمان الدوله المصريه اللي هي اصلا ما فيهاش ميه لمنعها، فعنتيبي جايه بهذا الاساس، انها تساعد الدول اللي غرقانه في الميه انها تمنع شوي او نقط الميه اللي بتوصل لمصر من خلال النهر، كويس. ده توزيع المياه في اثيوبيا. زي ما انت شايف هنا بيصل لحوالي 250 ام ام برير، ده توزيع او طول الامطار. فاثيوبيا كاثيوبيا بيقع عليها سنويا حوالي تقريبا 1 تريليون متر مكعب من المياه في الانهار كلها، في الاحواض كلها. حوض نهر النيل الازرق اللي هو موجود في المنطقه دي، شايف حضرتك السهم ولا شايف الماوس؟ شايف حركه الماوس؟ متشاف، نعم، واضح واضح. اوكي. في حوض النيل هنا بيقع عليها تقريبا حوالي 450 مليار. من ال 450 مليار بيصل للدولة المصرية حوالي والسودانية حوالي 50 مليار، بينما 400 مليار من الأمطار اللي بتسقط في حوض النيل الأزرق بتستفيد منها الدولة الأثيوبية، سواء من خلال شحن الطبقات الجوفية لتوفير مياه جوفية، أو بري الأراضي هناك. معظم الأراضي اللي موجودة هناك بيتم ريها بالأمطار. فأثيوبيا بتاخد من النيل الأزرق فقط حوالي 400 مليار متر مكعب، بينما اللي بيوصل لمصر والسودان حوالي 50. دي المية اللي بتوصل لمصر والسودان اسمها المياه السطحية، فالمفروض بيوصل حوالي 50. وأثيوبيا نفسها من الداخل قبل ما بتطلع ال 50 دول بتستفيد برضو من المياه السطحية بحوالي 15 مليار اللي هم موجودين في السدود اللي هي ما بين بحيرة تانا وسد النهضة، سدود صغيرة زي تانا بلس، ولكن إجمالية ما بين 10 15 مليار تقريبا. أوريت. نيجي دلوقتي يعني بقى ل عندهم دول عايمين في ميه، جاي لهم ميه بتسلم ميه، ايه فين الازمه في الموضوع؟ طيب لما كل هذه التدفقات المائيه من كل الاتجاهات، بلد زرقاء على الخريطه من كتر الميه. اما هما بيقول لك دلوقتي ايه، ان الميه دي في اثيوبيا ودول حوض النيل زي البترول في السعوديه والكويت وقطر، ربنا اعطاكم البترول وبتبيعوه، ربنا اعطانا احنا الميه ولازم نبيعها. فالهدف الاساسي من هذا الحوار بالكامل عن تيبي هو يعني الضغط على الدول المصابه زي مصر تحديدا، مش السودان، السودان لن تتاثر، الضغط على مصر تحديدا في انها تكون سوق لشراء المياه. فكل دوله النهارده طمعانه بتقول لك والله لا، دي مصر بقت غنيمه بالنسبه لنا، احنا لازم نبيع لها المياه.
فأول خطوة على هذا المسار هو الاتفاق على اتفاقية عنتيبو. هذا الاتفاق هيمكن أثيوبيا من إنها تبيع المياه على المدى الطويل، مش طويل قوي، يمكن في خلال 15 سنين وأقل من 10 سنين. يعني يوم ما أثيوبيا تعلن إنها هتبدأ تبني سد كاردوبي، يبقى إحنا كده بدأنا العد التنازلي في إن مصر تبدأ تشتري المياه من أثيوبيا، لأن أثيوبيا يعني هي بتخطط اسمه ايه لبناء السد ثلاث ده يا سدود دكتور؟ كاردوبي. اسمه ايه؟ اسمه كاردوبي ايه؟ كاردوبي كاردوبي وتردوب ده هيبنوه فين؟ هيبنوه فوق سد النهضة جوه داخل أثيوبيا مش على الحدود. يعني من قبل سد النهضة يبقى فيه سد تاني بيحجز؟ أيوة، ما بين بحيرة تانا لسد النهضة متوقع بناء ثلاث سدود أخرى. ولذلك يعني أصرت أثيوبيا وبدأت تضغط على عنتيبي في هذا التوقيت مع انتهاء الملء الخامس، لأن بعد انتهاء الملء الخامس خلاص مش هتبقى غير الملء السادس اللي هو 3 مليار، لأن احنا النهارده في الملء الخامس وصلنا ل 71 مليار ويتبقى بس 3 مليار في الملء الخامس السادس. فلازم هي تسرع بقى في بناء واحد من السدود الثلاثة اللي هي بتخدم على سد النهضة، لأن السدود الثلاثة دول هيساعدوا في حجز الترسيبات اللي هي ممكن تعمل مشكلة لسد النهضة. فغالبا ما سيتم الإعلان على سد كاردوبي في أيام قليلة، ربما قبل نهاية هذا الشهر أو تحديدا مع أول اجتماع لعنتيبي اللي هو كان المفروض يتم يوم 13 وتم تأجيله تقريبا لبداية السنة الجاية. في الاتفاق في الاجتماع ده كل دولة من الدول اللي هي وافقت على اتفاقية عنتيبي هتعلن خطتها المستقبلية لبناء السدود، وهنا هتعلن جنوب السودان سواء كانت هتبني سد كبير بحوالي 30 مليار متر مكعب على النيل الأبيض، أو هتبني سدين كل منهم ب 15 مليار. وفي نفس الوقت هتبدأ برضو أثيوبيا تعلن إنها ستبدأ في وضع الأساس يعني التسع لاتحاد سدود، آسيا. التسع سدود، التسع سدود المتوقعة، أثيوبيا هتبدأ بثلاثة، وكل دولة من الستة اللي مضوا معاها على اتفاقية عنتيبي اللي هم الخمسة الباقيين كل واحد داخل بسد أو اتنين تقريبا، تقريبا يس تقريبا عاملين جمعية هم فوق على المية ايوه، وإحنا مش هنقبض فيها خالص. ما خد بالك كل السدود الجديده دي بتتبني بقروض من البنك الدولي او من الدول الغربيه اللي يهمها انشاء بورصه جديده اسمها بورصه تسليع المياه او بيع المياه. وهو حاليا يعني حاليا اوريدي تم انشاء فرع جديد للبنك الدولي اللي هو المسؤول عن الأموال والفلوس والاقتصاد والكلام ده، عملوا فرع جديد اسمه البنك الدولي المائي. فهيبقى في عندنا بنكين دوليين، واحد متخصص ان هو يورط مصر في القروض، وواحد تاني علشان يجبر مصر على شراء المياه. تاخد أرض مية منه، ده بتروح تعبي فيه. ايوه، اوكي. خليني بس اشرح اتفضل للمواطن اتفضل العادي او دكتور. المشاهد المكونات الاساسيه لسد النهضه. احنا كل ما بنفتح الاعلام بنلاقي الناس بتتكلم على سد النهضه، السد الخرساني ده شايفه حضرتك السد الجميل ده اللي هو تم اكتماله خلاص. الو الو استاذ محي، شايف السد ده؟ ايوه فين ده؟ ايوه احنا شايفينه السد ده الخرساني بيقع. اهو، شايف السد الخرساني ده؟ ده اللي هو بيتواجد في الإعلام بشكل كبير. إنما بجانب السد الخرساني في سد أخطر منه اسمه سد السرج، شايف حضرتك سد السرج ده اللي هو القوس؟ الدوران اللي ورا ده. المفروض أيام ما كان حسني مبارك موجود إن أثيوبيا أخذت موافقة الدولة المصرية على بناء هذا السد الخرساني، وكانت سعته 14 مليار فقط. كويس. بعد كده رفعوا من التصميم من 14 ل 74، طب في 60 مليار زيادة السد الخرساني ما قدرش يحجزهم، فبنوا السد الكبير ده ما بين الجبلين، عملوا سد ما بين الجبلين في منسوب أعلى من منسوب السد الخرساني ب 100 متر.
فرفعوا هذا فبنوا ما بين الجبلين دول، شايف الجبلين دول ما بينهم، قفلوا المنطقة دي طولها 5200 متر، وبنوا السد المقوس ده. السد المقوس ده بيشيل لوحده 60 مليار متر مكعب، وده هو محور الخلاف ما بين الدولة المصرية والأثيوبية، لأن بدون هذا المقوس كان السد السرج هيبقى عامل يشبه سد مروي. سد مروي بيشيل 12 مليار، سد الخرسانة ده كان هيشيل 14 مليار، يعني مش مشكلة كبيرة للدولة المصرية. كان هيبقى اسمه سد موسمي، يعني يتملي ويفضى كل سنة قبل الفيضان. ولكن لما أضافوا عليه سد السرج ده، فأصبح هنا الأمر مش سد موسمي، لا سد اسمه سد قرني، بمعنى زي سد العالي، بمعنى إن يجي يخلص الفيضان ده ويجي الفيضان الجاي هيلاقي لسه فيه مية، غير سد مروي. سد مروي بيخلص الفيضان ويجي الفيضان الجاي ما يلاقيش فيه يعني مية فيتملي تاني. في هنا سد مش محسوب. لا، ما خد بالك لما بنتكلم على مشروع سد النهضة، المشروع يتكون من سدين مش سد واحد. هو السد سد النهضة الخرساني، وسد السرج. لا، ما هو الاثنين اسمهم سد النهضة. اوكي. اوكي، يعني الاثنين اسمه، ده اسمه الخرساني وده اسمه الركاني، بس الاثنين المنشأ بالكامل او المشروع بالكامل اسمه مشروع سد النهضة. كويس. سد السرج ده زي السد العالي، بيحجز ميه في كل الاوقات. الاثنين مع بعض، يعني هما يعني البحيرتين، البحيرة مشتركة ما بين الاثنين، البحيرة مشتركة ما بين الاثنين، ولكن فوق ال 14 مليار الاثنين بيشاركوا في سند المياه او حجز المياه فوق ال 14 مليار. اقل من 14 مليار السد الخرساني هو اللي بيتولى، لان زي ما قلت لك السد الركامي ده مبني 100 متر فوق السد الخرساني، او القاع بتاع السد الخرساني. القاع بتاع السد الخرساني عند 500، القاع بتاع سد السرج عند 595. Alright. انا هتكلم هنا، وما بين السدين في المفيض الغربي ده اللي هو عبارة عن مفيض خرساني، في بوابات من الحديد يعني، او بوابات ميكانيكية طولها حوالي 15 متر، ودي اللي هي اخر 15 متر في الارتفاع بتاع السد، وبتشيل حوالي 25 مليار. اوكي، هنيجي هنا للتصريحات الكتيرة في الإعلام المصري عن الزلازل الزلازل الزلازل، وكيف إن هذه الزلازل سوف تهد سد النهضة، وكل الهجس اللي بقاله سنتين شغال في الإعلام المصري فقط لتجميل الصورة مش لنقل حقيقة علمية. محدش ينكر إن أثيوبيا هي بلد الزلازل والبراكين زي اليابان بالضبط، كويس؟ يعني هي يعني هنا في منتصف أثيوبيا، هنا شايف الماوس حضرتك؟ شايف الماوس يا أستاذ محمد؟ المنطقة اللي لونها أصفر. أوكي، هنا في اللي هو بيمر الصدع الإفريقي العظيم، كويس؟ اللي هو بعد كده طلع على البحر الأحمر وبيطلع على خليج العقبة وبعد كده بيطلع على البحر الميت، رايت؟ تمام. ده تكوين جيولوجي ليها. سد النهضة في النقطة الزرقاء اللي موجودة هناك، النقطة دي. فمن حيث التقسيم بتاع السيسميك ويف أو شدة الزلازل أو الأمواج الزلزالية، زي ما حضرتك شايف منطقة السد النهضة تقع في المنطقة اللي هي very low، أقل ما يمكن من الهزات، مش الهزات، هي مش هيحصل فيها هزات، هي بتستقبل هزات من لو في اي زلزال بيحصل في اي مكان ممكن تستقبل هزات، ولكن تأثير هذه الهزات very low، اقل ما يمكن. المنطقه الخضراء الفاتحه دي low، منخفضه. المنطقه الصفراء متوسطه. فلما بيقع الزلازل في الصدع، الصدع بيحصل فيه زلازل تقريبا كل يومين ثلاثة. زمان ما كناش بنسمع عن هذه الزلازل، ليه؟ ما كانش في حد مهتم، لأن ما كانش في منشآت كبيرة
في اثيوبيا يعني يتخاف عليها، كان المنطقه كلها غابات، فكان بيقع ولكن ما كانش بيصل الاخبار للاعلام. ولكن منذ ان بدات اثيوبيا تحط او تبني سدود جديده زي سد النهضه وسد تاكيزي وسد جيبي وكلام من ده، بدات تزود السنسرز او الاجهزه بتاعه رصد الزلازل. فلما زاد عدد اجهزه رصد الزلازل فبدا ترصد زلازل، فبدانا نسمع عن الزلازل. ففي الواقع هو ما فيش زياده في معدلات الزلازل، هو في زياده في رصد الزلازل. يعني قبل سنتين ثلاثه ما كانش في اجهزه رصد زلازل كتيره اتنشرت ولا زالت بتتنشر، وكل شويه اثيوبيا تزود عدد المراصد بتاعه الزلازل. فلما زاد عدد المراصد زادت قدرتنا على معرفه الزلازل اللي بتحصل كويس، ولكن ما فيش مؤثرات طبيعية حقيقية تسببت في زيادة معدلات الزلازل. هو الموضوع ببساطة إن أجهزة الرصد هي اللي زادت، فأصبح عندنا قراءات أكتر. فلما يحصل زلزال في المنطقة الوسطى دي بقوة 4.6 زي اللي حصل الأسبوع اللي فات، ويطلع هجس كتير جدا في الإعلام المصري يقول لك إن هذا الزلزال سوف يسبب انهيار لسد النهضة، لا ده حجص، يعني سموها ايه، واضح صريح. ليه؟ لان الزلزال وقع على بعد 600 كيلو من سد النهضة. هل تعتقد ان زلزال قوته 4.6 ريختر يقع على بعد 600 كيلو من موقع سد النهضة ممكن يؤثر على سد النهضة؟ بالتأكيد لا. ليه؟ لأن زلزال بقوة 4.6 ده قوته حوالي 3% من قنبلة هيروشيما. قنبلة هيروشيما بتاعت اليابان بتاعت الحرب العالمية، لما يحصل زلزال 4.6 ده معناه 3% من القوة دي. 3% من القوة دي اللي حصلت هنا لا يمكن إنها تأثر على سد على بعد 600 كيلو كويس. والأول مرة الأسبوع الماضي طلع رئيس المركز الجيولوجي في اثيوبيا وصراحه شتمنا، يعني شتم الاعلام المصري ومصر بالكامل. قال لهم يا جماعه انتوا بتخرفوا، انتوا كل شويه كل ما يحصل زلزال في قوه 4 4 ونص 5 تقولوا ده بيهدد سد النهضه. الكلام ده كلام غير حقيقي وغير واقعي وغير علمي، ولكن الإعلام المصري بيحاول يجمل صورة الفشل الدولة المصرية في ملف سد النهضة. فعلى طول بقى فلان الفلاني يطلع ويقول لك إيه، سد النهضة هينهار. هو سد النهضة هينهار وفي مشاكل فنية، بس مش بسبب الزلازل اللي على بعد 600 كيلو زي ما بيصرح حبيبنا يعني دكتور دلوقتي محاولة تصدير مشهد لغريق بيتعلق بقشاية، فيقولوا له القشاية هي زلزال، زلزال اهو جاي من بعيد، فاستنى بقى التأثير. يس. والدليل على كلامي الصورة اللي قدام حضرتك ده، حضرتك عايش في تركيا بالطبع، وتتذكر الزلزال اللي حصل في تركيا في كهرمان مرعش في فبراير 2023، وكان 3 زلازل مش زلزال واحد. أول واحد بقوة 7.8 ريختر، تاني واحد 7.3 ريختر، تالت واحد ب6 ريختر، وحصل هنا في كهرمان مرعش عند الدبوس الأصفر ده. حوالين كهرمان مرعش في 5 سدود ضخمة، منها سدود ركامية ومنها سدود خرسانية، منهم سد أتاتورك كان شايل 45 مليار. هل حضرتك سمعت عن انهيار أي سد من تلك السدود الخمسة بسبب زلزال تركيا اللي هو بدأ في الأول ب7.8 ريختر؟ 7.8 ريختر يعني 220 قنبلة من قنابل هيروشيما. يعني لما حصل كهرمان مرعش، زلزال كهرمان مرعش ب7.8 ريختر، ده يعادل 220 قنبلة من قنابل هيروشيما، مش 3% زي اللي حصل الأسبوع اللي فات. فأنت عندك عند النقطة دي حصل طاقة انفجارية بقوة 220 قنبلة من قنابل هيروشيما، وحوالين هذه النقطة على مسافات تبعد ما بين 150 ل 250 5 سدود تركية.
5 سدود تركية، منهم مسد أتاتورك اللي هو شايل حوالي 45 مليار. لم يتأثر أي من تلك الزلازل. ليه؟ لأن الزلازل وقعت فيما يسمى اسمها داون ستريم، وقعت خارج البحيرة، خارج البحيرة، لذلك لم يتأثر ولا حتى يحصل لها أي انشراح شرخ أو كسر. كويس. فلما سدود تركيا الخمسة التي تعرضت لطاقة تقدر ب 220 قنبلة هيروشيما لم تتأثر، فكيف يتأثر زلزال يتأثر زلزال النهضة بقوة 3% من قنبلة هيروشيما تقع على بعد 600 متر؟ فهنا في تناقض واضح، هنا في تناقض واضح. فأنا مش محتاج أجيب دليل، أنت عندك الدليل الواقعي اللي هو المواطن العادي، مش حتى خبير زلازل ولا خبير جيولوجي او جوتك ممكن يتكلم في هذا الامر. المواطن العادي ممكن يلاحظ هذا الامر، ان السدود التركيه لم تتاثر بانفجار قدره 220 قنبله هيروشيما، وكانت تبعد هذه السدود على مسافات 150 ل 250، بينما سيتاثر سد النهضه بطاقه قدرها 3% من قنبله هيروشيما على بعد 600 كيلو. فده يعتبر هجس، انا بسميه هجس مرفوع للاس 7. وليه الاس 7؟ لان رقم 7 قرانيا يعني الاكتمال، يعني ما فيش حد هيجي هجس اكتر من كده، احنا وصلنا لدرجه الاكتمال. رايت اوكي. بالنسبه لساعه سد النهضه، لو حضرتك تلاحظ ان كل الكلام اللي بيطلع في الإعلام المصري عن طريق الدكتور عباس شراكي، زي ما تقرأ كده، يعني يقول لك إيه، السد هيصل لمنسوب 640 ويخزن 64 مليار. فكل الإعلام المصري ماشي ورا كلام الدكتور شراكي، وإن سد النهضة في أقصى سعة ليه 64 مليار لما يصل لمنسوب 640 اللي هو أعلى منسوب للتخزين. بينما شركة ساليني اللي هي بانيا السد بتكذب هذا الكلام وتقول لا، ده السعة الكلية للبحيرة بتاعة التخزين 74. ايه الهدف من تصريحات الدكتور شراكي بان هو يخنصر يعني 10 مليار عن الواقع؟ يعني دي مش نقطة خلاف في الأصل، لأن احنا من يوم ما بنتكلم عن سد النهضة بنتكلم على ان سد يحتوي على 74 مليار. ايه التعليمات اللي جات لشراكي انها تقول له لا نزلها ل واتش كول ل 64؟ انا مش عارف. Alright. خلينا اوكي. نقول وجهة نظر، ما مش عارفين في ايه، لا 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 ده ده مسيرها ده ده. البحث. لا دي مش وجهة نظر، مين قال وجهة نظر؟ دي حقائق علمية. دي حقائق علمية. يعني انا لما انا بشرب كوبايه شاي هنا ومعروف ان الكوبايه دي بتشيل 200 ملي متر. Alright. في واحد تاني يقول لي لا دي بتشيل لتر. مش ممكن، ما قدامنا الكوبايه. اوكي. طب هما بيفرقوا هم ايه ال 10 بيفرقوا مليار دول؟ ممكن يضيفوا ايه ممكن يعني؟ يضيفوا ايه يعني؟ لا يفرقوا كتير. يعني هو ايه الهدف من تخفيض القيمه الاجماليه للتخزين إذا كانت علميا والشركة اللي بانية السد بتقول لك 74؟ وأنا هجيب لك دلوقتي تصريح للجدع اللي اسمه أبي أحمد يكذب كل الكلام ده. خلينا بس إيه، لحظة كده. لا ده في سلايد أخرى. أوكي، لو حضرتك تابعت تصريحات أبي أحمد يوم 14 أغسطس، كويس، لما طلع وقال لك احنا خلاص اكملنا الملء الخامس، تقدر ترجع له باللغه العربيه او الانجليزيه، هتلاقيه بيقول لك ان هو اكمل الملء الخامس وتوقفنا عند حجم تخزين 71 مليار، ولسه تجاوز قدامنا الفرنسا ولسه قدامنا ثلاثة لغايه ثلاثة شهر ديسمبر هنكمل ال 74 مليار. فالتصريحات للراجل اللي هو رئيس الوزراء بيقول لك 74 مليار، ويجي عباس شراكي يقول لك 64، ده يعني كلام مش منطقي. خلينا بقى نتكلم هنا عن المشاكل الفنية في سد السيرك. خليني بس ايه نلعب الفيديو ده.
شايف حضرتك الفيديو ده؟ دي عملية بناء سد السرج اللي هو سد المقاوس. طيب بس مش هنمشيه كله. هو ليه مش عايز يشتغل؟ عربي عربي أنا عايز اوكي. شايف هم هنا بيبنوا سد السرج، السد المقوس ده. ده هنا بيبنوا النفق اللي تحت السد. اوكي، انا عايزك تشوف هنا سد السرج. شايف سد السرج عبارة عن ايه؟ شايف الخرسانة اللي موجودة هناك دي؟ ايوه شايف الخرسانة سوري، شايف الركام الصخور الموجودة دي، وبعد كده متغطية بطبقة خرسانة. تمام طيب تمام اوكي، انا هقربها اكتر منك. هنا شايف هنا اللوك او الجوهر بتاع سد السرج مبني من ركام، مبني من صخور. ده اللوب الاساسي، وبعد كده حاطين طبقة حماية للصخور دي، طبقة خرسانة عادية. كويس فمتفتتش كويس. فمتفتتش عشان تحجز الركام يعني، تكزاكي كده تكزاكي كده عشان تحميها. انما جوهر السد عباره عن ركام، يعني جوهره تمام تمام الجسم بتاعه من ركام، وبعد كده حاطين طبقه خرسانه. اوكي، طوله 5200 متر، وارتفاعه ما بين 52 ل 55 متر، يختلف من منطقه. شايف ده اساس السد، ماده السقوط، وباحجام مختلفه. طيب alright. طيب شايف هنا سمك الطبقه دي، شايف سمك الخرسانه دي ايه هنا؟ شايف هنا سمك اعلى الخرسانه اعلى دي ضخم، حاجه بتاع متر وشويه ضخم. هنا بيبقى اسمها الجساءه، الجساءه او اللي هو الثبات الذاتي للخرسانه قوي، كميه الخرسانه قويه. رايت شغل من حيث التصميم، شغل حلو قوي بصراحه، ما انكرش عليه. رايت هشوف هنا سمك طبقه الخرسانه دي ايه، اللي هي حاميه حضرتك تقصد شغل حلو قوي اللي هو ما ينهارش يعني. يس، انا معاك. كويس، اوكي. لا انا بقول لك المميزات وهجيب لك العيوب بعد كده. بعد الطبقه الخرسانيه العاديه دي بداوا يصبوا طبقه خرسانه مسلحه اسمها البلاطات الخرسانيه. يعني فوق الخرسانه العاديه بداوا يرصوا الحديد، ويبداوا يصبوا خرسانه ثانيه اللي هي اسمها البلاطات الخرسانيه. ايه لازمتها شايف ايه دي حضرتك هنا؟ لازمتها دي طبقة تانية من الخرسانة للحماية، علشان تمنع أي للحماية تسريب. للحماية يس، عشان تمنع أي تسريب. يعني هم شايف حضرتك مبلطين السد ده كله طبقتين خرسانة، طبقتين واحدة عادية وواحدة مسلحة. على ال5000 متر على الطول كله على الطول كله. ماشي. شايف وقلنا حضرتك هنعمل ماكينة ايه في الموضوع ده؟ لما انا خليني بس اكمل لك. شاف الخلاط الخرسانه والعمال واقفين على الارض هنا، وبيصبوا الخرسانه، وبتيجي بعد كده الفينشر يروح فرشها. يعني هما هنا بيصبوا الخرسانه، وبعد كده بيجي المكنه دي تروح مسوياها. رايت او احيانا بيسووها باليد، يعني في مناطق بيسووها باليد. شايف هنا العمال هنا في المنطقه دي، شايف العمال هنا بيسوم باليد، ولكن هنا الخرسانة تم تسويتها بالمكنة. تمام، alright، اوكي. فهنا بيحطوا تسليح، حديد تسليح، وبعد كده بيصبوا خرسانة. سمك الخرسانة دي حوالي 60 سنتيمتر، فده شغل جميل جدا، شغل جميل جدا يعني. كويس من حيث الشغل. شايف هنا العمال تحت عمالين بيصوروا خرسانة بالإيد
بعد كده يعني في مناطق بيسووها بالايد وفي مناطق بيسووها بالمكن، وادي التسليح قصادك هنا، ادي التسليح هنا برضو بيسلحهم ويكملوا الشغل. فشغل حلو قوي، شغل شاف شاف البلاطه دي، وقفهم هنا الشغل، وقفوا الشغل وشاف حديد التسليح طالع. فلما بيوقفوا الشغل وييجوا بكره بقى يكملوا صب الخرسانه، لازم يعملهم فاصل اسمه الفاصل الانشائي. الشغل الفاصل الانشائي ده بزفت، بزفت اللي هو القطران ده اللي اتكلم عنه وزير الري الحالي سويلم، لما قال لك ان في شروخ في سد النهضه وعملوا فرح كبير. مش شروخ، دي فواصل انشائيه، وهذا امر شرعي. فواصل انشائيه لما بيتوقف صب الخرسانه وييجوا بعد اسبوع يصبوا في المنطقه دي تاني، فعشان الخرسانه القديمه تلحم مع الجديده لازم يعملوا فاصل انشائي ويحطوا فيه ماده الزفت السوداء او القطران. بعد كده اللي حصل ان القطران نتيجه حدوث نوع من الحركه النسبيه او الهبوط النسبي للجسم السد، الفواصل دي فتحت، ولما فتحت بقى القطران يدوب في ميه المطر ويعمل هاله سوداء، اللي هو عملوا في الاعلام المصري عملوا عليه فرح العمده، وقال لك سد السر في شروخ، في شروخ وشروخ كلام من ده. هي ما كانتش شروخ، هي كانت فتح للفواصل الانشائيه. ولذلك تلاقي كل الكلام اللي قاله دكتور سويلم بخصوص تلك الشروخات انها كلها سوداء، يعني في هاله سوداء بتحيط هذا الكلام. ليه؟ لان الهاله السوداء دي هي الزفت اللي طالع. شاف شاف الحته الخضراء دي يا استاذ محي؟ استاذ محي واضحة. نعم أيوة أيوة دي ميه تحتيها صح؟ ميه. اوكي تسريب طيب، قديم يعني. تسريب قديم يعني. دي ميه، دي ميه تحت. اوكي هحكي لك حكايه الميه دي. شايف التسليح هنا والعمال بيصبوا وهم واقفين في الارض هنا، يعني الصب كله بيتم والعمال واقفين تحت في الارض دي. انا بركز على النقطه دي عشان هشرحها لك فيما بعد يعني. كويس، شايف التسليح زي الفل، شايف التسليح زي الفل. كويس، تسليح تقيل مش اقل من 1 بوصه، وبتيجي المكنه بعد كده بتفرش. طيب اوكي طيب يبقى احنا كده انتهينا من الفيديو ده. اوكي دلوقتي ايه اللي حصل؟ انا من سنه 17 وانا بقول يا اخوانا تحت سد النهضه في كهوف جيريه، هذه الكهوف هتعمل مشاكل كتيرة للسد بعد الامتلاء وأثناء فترة الخدمة الأولى اللي هي أول 3 سنوات. وهذا اتنشر لي في روزا اليوسف كويس، وقلت إن السد مهدد بالانهيار خلال 5 سنوات. ليه؟ لأن هما كانوا بيقولوا إن السد هينتهي سنة 19، فالكلام اللي انا بقوله ده في 17 قدامه سنتين عشان السد ينتهي وبعد كده 3 سنوات للخدمه. فالقصه بالكامل ان احتماليه انهيار سد السرج تحديدا بعد في اول 3 سنوات بعد الخدمه يعني whenever the dam is completed، في اي وقت السد يكون اكتمل بعد اول 3 سنوات اخطر 3 سنوات. شايف حضرتك الكهف اللي موجود تحت هنا؟ شايفه يا استاذ محي؟ اي اوكي صغير. اوكي هو صغير في الصوره، ولكن شايف انت مجرى، شايف مجرى النهر بيبقى شكله فين وتحتيه في كهف؟ شايف المجرى بتاع النهر وتحتيه في كهف. الكهف ده ممكن يكون صغير ممكن يكون كبير، تحت سد السرب وسد الخرسانه نفسه كهوف من النوعيه دي. هل محمد حافظ راح وشاف الكلام ده؟ لا انا ما رحتش، ما نكذبش عليك. مين اللي قال الكلام ده؟
الشركة اللي بنت سد النهضة شركة سليني، يعني شركة سليني جابت شركة تانية إيطالية علشان تعمل يسموها إيه، تعمل علشان تعمل الجسات بتاعة سد النهضة، فطلع هذه النتائج، شاف النتائج الحاجات اللي عليها سهم طيب دي طيب كويس، اسمها كافيجي زون، منطقة كهوف، وهي تقع على بعد ما بين 10 ل 15 متر من البوتوم او الريفر بيد اللي هو قاع النهر، في مناطق كافيتي زون. ده مش كلام محمد حافظ، ده كلام الشركة اللي جابتها شركة ساليني علشان تيجي تعمل اختبارات حقلية او تيجي تعمل سموها الجسات. فده كلام اللي سموه ايه، كلام الشركة يعني مش كلام يعني. كويس، وادي هنا برضو كويس، ففي مقاطع كتيرة في سد تحت سد السرج، ومقاطع كتيرة تحت سد الخرسانة اسمها كافيتي زون. كافيتي زون، كافيتي زون يعني كهوف، وده مش كلام محمد حافظ، ده كلام الشركة الإيطالية اللي جت عملت هذا الشغل. طيب لو كلمنا على سد السرج تحديدا اللي هو محور الحديث، الكلام اللي هنتكلم فيه دلوقتي ده، الكلام ده أثير بشكل كبير جدا قبل أن يموت هذا الرجل. هذا الرجل اللي هو مات في شهر يوليو 2018، قبلها بسنة تقريبا طلع كلام كتير على المشاكل الفنية في سد السرج وسد الخرساني، سد السرج وسد الخرساني، وطلع الراجل يدافع عن نفسه. ده الكلام ده كان في مارس 2017 تقريبا، وان هو ينفي اي وجود مشاكل في اساسات سد النهضه، ودي من المحاضره اللي هو القاها، وبيتكلم تحديدا على الاساسات في السد الخرساني وفي سد السرج، وبيقول لك لا مفيش مشاكل واحنا جبنا. فاللي انا عايز اقوله ان هذا الامر كان محور اهتمام للعلماء في اثيوبيا، واللي ادى ان المدير التنفيذي لسد النهضه يروح يديهم محاضره ويقول لهم لا ده احنا المشاكل الفنيه احنا عالجناها. بعد المحاضره دي بسنه الراجل ده تم اغتياله. بعد ما تم اغتياله جاء المدير الجديد، المدير الجديد، فالمدير الجديد هنا بيعترف للجزيره بيقول لك ان سد النهضه تاخر لمده 3 سنوات بسبب اكتشاف وادي عميق خلال البناء. يعني هم الكلام ده كان بتاريخ كام؟ بتاريخ اكتوبر، بتاريخ يناير 2019، يعني بعد 8 سنوات من البناء، هم بنوا من 2011، اكتشفوا اوديه عميقه اثناء البناء، ولذلك هذه الاوديه العميقه تسببت في تاخير البناء لمده 3 سنوات. ده مش كلام محمد حافظ يا اخواننا، ده كلام المدير التنفيذي لسد النهضة اللي هو جه بعد اغتيال الراجل الثاني. وطبعا بسبب هذه المشاكل جاء ابي احمد شال الشركة اللي هي مسؤولة عن بناء سد النهضة، الشركة الاثيوبية اللي هي اسمها ميتك اعتقد، واللي هي تمثل الجهاز الخدمة الوطنية عندنا في مصر، وشال بقى كامل الوزير وشال كل المسؤولين واتعالجت يا العسكر. دكتور الأودية دي اتعالجت ولا لسه؟ ما هنا النقطة لازم تاخد بالك، لما يجي الراجل يقول لك احنا اكتشفنا أثناء البناء، المفروض الاكتشاف يكون قبل البناء ويتم معالجته. ما تقدرش انت تبني وبعد كده واحنا بنبني تكتشف وادي عميق او أودية عميقة وتبدأ تعالجها، لانك مهما عالجتها لن يكون كفاءة العلاج مثلما لو أنت عالجتها قبل البناء. كويس؟ والدليل على ذلك الصورة دي، شايف حضرتك الصورة دي اللي هي مكتوب فيها إيه ده؟ شايف الصورة دي؟ زي ما شايف يكون في الصورة دي؟ شرق، يكون في شرق.
شاف الشرخ والكسور اللي في سرد النهضة ده قبل التحميل، ده الكلام ده في سنة 17. ده من هل غير في ميه سد بس يعني. خرسانة؟ لسه ما كانش محمل أي شيء. هل في سد خرساني تبنيه سليني ومدعم بالبنك الدولي وغيره يحدث يتكسر فيه كده هذا يتكسر النحت، كده. يحدث فيه هذا النحت للخرسانة بسبب المياه؟ يعني المياه وهي ماشية شالت الخرسانة، يعني الخرسانة دي كانت عبارة عن بسبوسة ما كانتش خرسانة، كويس؟ طب ده فأنت كويس لما لينا، ده يجي لك، كويس لينا. هاجي لك في النقطة دي برضه بعدين، كويس؟ يلا دي من أحد الأسباب التي أدت إلى اغتيال هذا الرجل. هذا الرجل كان مخبي، يعني هو ده كان معاه صندوق اسمه سد النهضة، ومخبي كل عيوب سد النهضة، اللي هو لما تم اغتياله طلع بعدها أبي أحمد وجاب إدارة جديدة، فالإدارة الجديدة قالت له لو إحنا ماشيين على هذا النظام السد محتاج أكتر من 10 سنين واحتمال ما يتبنيش خالص، لأن في عيوب كتيرة كان الراجل ده مكفيها ومداريها، لأن هو كان شغال تحت العسكر، فالعسكر بيقولوا له ما تقولش الكلام ده، فما يقولش الكلام ده، فكان مخبي عيوب كتيرة تسببت في مشاكل بعد كده، كويس؟ فبدأت المشاكل، وهذا دليل. ده مش كلام محمد حافظ، يعني هات لي اي واحد مهندس مدني لسه متخرج هيقول لك لما سرعه المياه بتاعه النيل وهي طالعه تاكل خرسانه، اللي هي اقوى خرسانه موجوده في السد، لان المنطقه دي لابد ان يتم وضع يعني اقصى او اقوى خرسانه للسد، لانها دي اسمها منطقه الطوق تتحمل اكثر اجهادات. وبعد كده يجي المدير الجديد يكتشف العيوب ويقول لك والله احنا تعطل البناء لمده 3 سنوات بسبب واد عميق خلال البناء، دي خيبه. دي خيبه ايضا مرفوعه للقص 7. ليه؟ لان لو في اوديه عميقه المفروض تكتشفها قبل ما تحط طوبه واحده في هذه طوبة، السد هذه طوبة. وتعالجها. أيوة وتعالجها. فالكلام اللي قالته الشركه والكلام، اوكي. دلوقتي انا دي فكره السد، دي فكره سد السرج اللي هو موجود هنا، سميني بسد المعالج. السد الخرساني واطي تحت او اساسه تحت على منسوب 500، السد ده على منسوبه تقريبا 600 او 595، يعني ما بين الارض اللي مبني عليها السد السرج والارض اللي مبني عليها السد الخرساني حوالي 100 متر تقريبا، وده زي ما انت شايف بيقفل ما بين جبلين، حاجه زي كده سد يأجوج ومأجوج، رايت؟ بيقفل ما بين جبلين. القفله ما بين الجبلين دول ساعدت المشروع بالكامل في ان هو يرفع المخزون البحيره من 14 ل 74. فلازم نفهم الفانكشن او الوظيفه لسد السرج دي، لان هو ده المشكله ما بين مصر واثيوبيا، رايت؟ هذا هو المقطع لسد السرج اللي هو قدامك، اللي هو الاصفر ده، اللي هو عباره اللي انا لسه موريه لك من شويه، اللي هو عباره عن حشوه من سموها ايه، الصخور الكبيره والصغيره والرمله والطين والكلام ده، وبعد كده مقفلينه بطبقه من الخرسانه بسمك حوالي متر او متر وشويه، وبعد كده مقفلينه بطبقه تانيه من الخرسانه المسلحه. وتحت هنا شاف الازرق ده، اللون الازرق ده، ايوه الازرق او ما اعرفش اسمه البنفسجي تقريبا، كويس؟ في الازرق والازرق الفاتح دول، دي منطقه اسمها الادمه، منطقه الادمه، كويس؟ ودي موجوده في اي سد، يعني مش يعني هو ده التصميم التيبيكال لاي سد سد. ادي الادمه، شايف حضرتك الادمه دي البيضه دي اللي هي حاطين عليها ماده او قماشه بسميها جيوتكستايل علشان يديها نوع من الدعم او تطويع التقويه. المتاع، تطويع المتاع. يس. وشايف هي موجوده فين؟ موجوده في نهايه البلاطات الخرسانيه، يعني البلاطات الخرسانيه بعد كده بتيجي الادغام. خد بالك من الملاحظات دي دلوقتي. Right. ودي هو في البدايه ما كانوا بيعملوا النفق اللي هو تحت الادمه كمان، يعني بيعملوا نفق، وهنا بيجمعوا من الطينه اللي مطلوبه علشان يغطوا المنطقه دي كلها بالطين عشان الأدم. زي ما حضرتك شايف هنا، ده الجوهر بتاع سد السرج عباره عن ركام 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 ركام،
صخور زي السد العالي، ولكن اصغر بكتير من السد العالي كويس، وبيتغطى بالخرسانه زي ما احنا. اوكي، ده هنا عندك السد السرج اكتمل هنا، شايف حضرتك السد السرج اكتمل هنا بقى شكله حلو ازاي؟ القاع بتاعه، القاع بتاعه التركيبه الجيولوجيه متكونه من حوالي 4 أو 5 أنواع من الصخور. الصخور، في صخور كويسه، في بازلت، في جرانايت، صخور حلوه مش بطاله، لها مشاكل ولكن بسيطه. انما انا هركز على طبيعه الصخور او منطقه الصخور اللي هي موجوده في المربع ده، المربع الازرق ده. شايف انت حضرتك الصخور الصفراء دي؟ وشايف الصخور اللي هي البيج تقريبا اللي جواها؟ كويس؟ الصخور الصفراء دي مش صخور بمعنى كلمة صخور، دي عبارة عن طبقة من الطين المتصلدة اللي أصبحت صلبة يعني، وتحولت إلى نوع من الصخور، والذي هو يعتبر أضعف نوع من الصخور. كويس؟ ده ممكن تبني عليه بيت، ممكن تبني عليه بيت حوالي 5 6 أدوار، مفيش مشاكل، هيستحمل وهيشيل. ولكن عشان تبني عليه سد سرج بارتفاع 55 متر والتقل ده، لا دي قصه ثانيه. يتخلل هذا النوع من القصة التانية الصخور. دي معناها انه يحصل له ايه يا دكتور؟ كلمة ده قصة ما الأرياف انا ده حميد جدا. ما هو ده الكلام اللي انا هشرحه، يعني انا الكلام اللي هنشرحه. عشان احنا ماشي؟ تخطينا ساعة، خد بالك. انت خد بقى وانت قسم بقى الحلقه دي على حلقتين ولا حاجه. تمام؟ اوكي؟ فاللون الاصفر من الصخور ده اسمه صخور فلايت، والذي يعتبر من اضعف الصخور. يتخلل فيه الدوده دي اللي انت شايفها، الدوده دي عباره عن صخور جيريه اللي هي بيتعمل فيها كهوف. بيتعمل فيها كهوف. الصخور الفلايت اللي هي شايفها دي السوداء، اللي هي عباره عن تين متجمد، تعتبر فيري ويك من الناحيه الانشائيه، فيري ويك، ما حدش بيستخدمها في اي انشاءات الا لانشاءات خفيفه يعني. كويس؟ فايه اللي حصل؟ ان لما اكتشفوا الكافيتي او اللي هو الكهوف في المنطقه اللي هي الضعيفه دي، حصل ايه؟ الكهوف بدات تريح. لما بدات تريح بدا يحصل ايه؟ الخرسانات اللي فوق بدات تفتح، ولما بدات تفتح بدات الفوالق او الفواصل الانشائيه تفتح. شايف حضرتك هنا اللون الاسود ده؟ ايوه اللون الاسود ده الزفت اللي هم كانوا حاطينه في الفوالق الانشائيه. كل ما كانت ماكينه الفرش تقف يروحوا عاملين فاصل ويحشوه بالزفت. فلما حصل الهبوط، الهبوط ده نتج عنه فتح للفواصل الانشائيه، والزفت بدا فانكشف يطلع. الزفت اللي كانوا حاطينه عايشين بيه. لا، بدا يسيل ويعمل الحاجه دي، ولذلك الاقمار الصناعيه بدات تلتقطه. كويس؟ وادي عندك صوره اهي في سنه 24، شايف قد ايه الفواصل بدات تفتح؟ شايف فواصل قد ايه تفتح؟ كويس؟ الفتحه دي نتيجه حركه نسبيه في جسم السد بالكامل. فلما السد بيحصل له نوع من الهبوط بتفتح الفواصل، فبيبان الزفت، ولما بيبان الزفت بيبدأ ان هو ايه؟ يسيل ويبين العيوب دي. وده الكلام ده اتكلم فيه الدكتور سويلم سنة 22، واتكلم وقال لك والله ادي صورة البلاطات الخرسانية سنة نوفمبر 2020، ودي في شهر يونيو 22. شاف الفرق قد ايه؟ فرق جامد، فرق جامد. ولكن هو قال لك دي شروخات، هي مش شروخات، هي عباره عن فتح للفواصل. لو كان الدكتور سويلم حلل الصوره كويس وبص طيب، للنقطه اللي فيها وليه السهم، ايه علاجها؟ ايه يا دكتور، بيكمل حشو تاني، يكمل زفت فيها، ولا يعمل ايه؟ ما انا هشرح لك دلوقتي، يعني خلينا نكمل الناحيه الفنيه كريتيكال شويه. شايف الكهف اللي موجود تحت البلاطه دي في الصوره اللي عليها سهم؟ شايف الكهف ده؟ نعم. عارف لو كان الدكتور سويلا يعني حلل الصوره كويس وما كانش ركز على الشروخات وركز على الفراغ اللي موجود ده،
ده كان جاب تحليل عالمي يعني افضل بكتير من التحليل اللي قاله، لان التحليل اللي قاله قال لك دي شروخات كويس، ولكن هي مش شروخات، هي فواصل انشائيه فتحت، تم فتحها بسبب الكهف اللي موجود ده اللي انا هتكلم فيه دلوقتي. اوكي، اتفضل هنا خلينا اتفضل. نشوف المنطقه اللي هي اتكلم فيها الدكتور سويلر، يعني دي المنطقه. شايف حضرتك، شايف هنا المنطقه دي اللي فيها الصخر والكلام ده مبنيه، صح؟ الو، ايوه واضح تمام. مبنيه بشكل، ده الكلام ده في مارس 18، وفي مايو 18 جميله برضه، حلوه جميله، مفيش مشاكل، مكتمله، وعمالين يحطوا الطبقه النهائيه من الصخور، حلوه جميله مفيش مشاكل. طب جينا في نوفمبر 19 اللي تم بناؤه انهار. شايف حضرتك الصخور اللي كانوا حاطينها فوق بقت فين؟ اللي تم بقت تحت بناؤه التفاح. انهار. يس، كويس. وهنا شايف انت حضرتك الكهف ده، شايف التكهف ده، كويس. اوكي، كل اللي تم بناؤه في المنطقه دي اللي هو الجميل ده، كل اللي تم بناؤه هنا انهار هنا. طب انهار ليه؟ وبقى شكله كده، انهار ليه؟ كويس؟ دي في المنطقة الخلفية، خد بالك، دي في المنطقة الخلفية لسد السرب. اللي هي دي. طيب. اللي هي هنا، اللي هي هنا، مش اللي هي قدام السهم الاصفر، قدام السهم الاصفر دي بحيره، اللي هي هنا اللي فيها اللون الاخضر دي. الانهيار حصل في المنطقه الجافه دي اللي هي في خلف سد السرج، مش قدام سد السرج. Alright. طب احنا عايزين نسال اثيوبيا، انتوا بعد ما بنيتم المنطقه دي انهارت ليه؟ كويس؟ وكملتم البناء وصلحتوها في نوفمبر 20، صلحوها، اتصلح وبقى شكلها جميل في المنطقه الخلفيه دي، اللون الاصفر ده داخل البحيره، كويس. اوكي، بعد ما اكتمل هنا حصل ايه؟ شايف اللون الاصفر ده، حصل انهيار في الجهه الثانيه، يعني بعد ما صلحوا المنطقه الخلفيه المنطقه الاماميه انهارت، كويس، وعملوا من الانهيار ده. شايف الانهيار ده حضرتك اللي هو متحوط باللون الاصفر ده داخل البحيره، يعني طب هما ما بعد ما يمكن ده، صلحوا، يمكن ده جزء من الخطة يا بروف، ان هو يحصل عنده انهيارات ويعالج. لا ازاي يعني انت بتصرف مليارات عشان تبني السد وبعد كده تخليه ينهار؟ مش اوكي. كويس، فاهم؟ فهنا المنطقه دي صلحوها خلاص، بعد ما صلحوها الجهه الاخرى انهارت، ودي اللي حصل فيها الشروخات الكتيره اللي اتكلم فيها الدكتور سويلا. رايت، هي دي نفس المنطقه، بس هو ما كابش سيره للكهوف اللي حصلت سنه 18 في الخلف، او اللي حصل سنه 20 في الامام. فهنا احنا عايزين نسال، انتوا ايه اللي يخليكم بعد ما كانت المنطقه دي مبنيه حلو تنهار؟ يعني شوف هنا المنطقه مبنيه حلوه اهو، جميله جميله، ايه اللي يخليها تنهار؟ ايه اللي خلاها تنهار؟ انت بتعجب بالخرسانه يا دكتور، خلي بالك انت بتعكسها وانت ايه ده؟ بتشرح، بتعجب ايه ده؟ بالخرسانه بتعكسها وانت بتشرح. ربما ايه. فالمهم، فدي من بعض الاشياء اللي انا عايز اتكلم فيها، وده اللي حاصل دلوقتي. ده اللي حاصل دلوقتي، يعني سنه 22، شاف الشروخ قد ايه في المنطقه اللي هي تم اصلاحها. شايف هنا في شهر يونيو 22 في المنطقه اللي تم اصلاحها، اللي هي اللي كانت متحوطه باللون الاصفر دي، شايف بعد اصلاحها بقى شكلها ايه؟ كويس؟ في 24 ادي شكلها، شايف شكل الشروخ شكله ايه؟ كويس؟ واصبح المنطقه بالكامل فين دلوقتي؟ المنطقه اللي هي كانت فيها الكيرف الاصفر فوق وتحت، حاليا فين؟ حاليا هنا، شايف السهم بتاع الماوس هنا تحت الميه،
يعني هي حصل لها انهيارات قبل ما يجيها الميه، فما طيب بالك بعد الميه هيبقى شكلها ايه بعد تحميل الميه. اوكي، دي منطقه تانية. شايف حضرتك الكهف ده؟ شايف حضرتك الكهف ده؟ واضح كويس؟ لون واضح. اسود كده اوكي، صغير كده صغير على تحت. الجوع عملوا ايه؟ رموا فيه، رموا فيه يسموها ايه؟ احجار. هل رمي الاحجار في الكهف ده يعني ان انت صلحت الكهف او منعت الكهف انه سبب انهيار؟ لا. كويس؟ مش ده مش العلاج الحقيقي. المفروض ان هما كانوا يعملوا له حاجه اسمها جراوت، زي ما بيحصل في سد المصري، اللي هو زي ما حضرتك قلت من شويه، يحشوه بالخرسانه، يحشوه بالخرسانه، مش ان انت تقعد ترمي فيه صخور. هما طبعا عايزين يوفرهم تكاليف فرموا فيه صخور. مش ممكن ان انت ان يظهر لك كهف. خد بالك المنطقه دي زي ما انا شرحت لك قبل كده، كان العمال واقفين هنا فوق الكهف كانوا بيصبوا الخرسانه في الفيديو اللي انا وريته لك معايا. يعني هما بعد ما وقفوا هنا وصبوا الخرسانه بعدها بسنه ظهر الكهف. طب لازم مصر تسأل الكهف ده ظهر ليه؟ فهنا عالجوا الكهف، شايف هنا عالجوا الكهف، صبوا خرسانه فوق الحاجات اللي هم حطوها، وبعد كده عالجوه راحوا منظر، يعني حطوه تعالج منظر، منظر. يس، هم زي ما بيقولوا في مصر ليسوه، ليسو. ليسوا الفتحه بتاعته عشان ما تبانش، وبعد كده راحوا حاطين طين عليه زي ما انت شايف هنا. حطوا طين عليه. خلينا نتابع. طب ايه اللي حصل بعد كده بعد ما حطوا الطينه؟ شايف الميه بدات تطلع فوق وتخرب الطينه. شايف الميه اللي زالت موجوده وبدات يعني تعمل نبع كده. كويس؟ شايف النبع هنا؟ كويس؟ شايف النبع هنا؟ نبع، يعني في نبع، والميه نازله من النبع، يعني شايف الميه نازله من النبع. كويس؟ هل ده علاج؟ لا، ده مش علاج. ده انت لما الكهف ده يتغطى بالميه هيعمل مشاكل كتيره جدا جدا. فده مش المشاكل دي علاج. يعني أقصاها إيه؟ تسريب مية؟ تسريب ميه واتزان للسد، يعني السد ممكن ينهار بذلك. ينهار كويس؟ وتوصل لدرجة طبعا انهيار؟ طبعا 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 طبعا. شايف في بس ده مارس كله كام 22 سنة ده يا دكتور؟ في حدود قد إيه من العمر؟ اول 3 سنين دي اسوأ 3 سنين في السنة. اول 3 سنين ليه كان أسوأ ثلاثة اللي بعدهم أفضل يعني يعيش؟ يعني تعتبر من اخطر 3 سنين، لان طب بعدهم ليه ما يبقاش يعني شوية خطر يعني؟ حاجه خلاص اسمها رجعت. كونسوليد. لا لا، ما هو يعني في ال3 سنين دي ممكن يحصل انهيار. اوكي. اوكي، كويس. شاف بعد اكتمال العلاج كله، شاف بقى شكل ايه الكهف؟ يعني نقطي لا، ده نبع ميه، ده نبع ميه، نبع ميه. فالنبع الميه حاطين طين عليه ويقفلوه ويقفلوه. فانت ما بتعالجش السبب، انت بتعالج الظواهر انت بيسموها زي الظواهر. بس بيليسه عارف ده قبل ما الميه بتاعت البحيره توصل له. النهارده الكهف ده تحت البحيره، فهل تعتقد ان دو يعني هيستمر كده؟ لا، ده هيفتح وهيبقى هيعمل مشاكل كتيره. والدليل على ذلك ان يعني المنطقه من اللي هي المناطق اللي فيها المشاكل دي، السنه دي بعد ما وصل منسوب البحيره لحوالي 638 في الملء الخامس، شاف المنطقه دي خضراء ازاي؟ شاف المنطقه دي خضراء ازاي؟ خضراء لانها اصبحت رطبه، اصبحت رطبه. رطبه يعني ايه رطبه؟ يعني حصل شقوق في الكتله الخرسانيه اللي احنا اتكلمنا عليها دي، اللي هي متر وشويه، وكمان في الخرسانه المفتوحه، والميه بدات تتسرب من خلال الطبقتين دول وتوصل حتى الركام اللي بالخارج وتبدا تبقى رطبه. فلما بدات رطبه بدات انها تزرع، فده امر غير مقبول. والدليل على ذلك شايف المنطقه دي هنا حلوه وجميله، ما فيهاش اي مشاكل. ايه الفرق ما بين المنطقه الجافه دي والمنطقه دي؟ المنطقه دي فيها تسريب ميه، ودي لسه حصل الشهر اللي فات بعد الماراثون. اوكي، انا كده اكون خلصت كل مشاكل سد السرج.
وهتنقل لنقطة تانية اللي هي فيها هاجس كبير جدا لدى الإعلام المصري، وفي واحد اسمه هشام حجاج بيقود حملة كبيرة جدا في الإعلام المصري، يقول لك إن لا يمكن إن أنت تزرع خلف سد السرب. أدي المنطقة خلف سد السرب، حضرتك شايفها مزروعة ولا مش مزروعة؟ مزروعة ونص، مزروعة ونص. ده بدون تدخل أي إنسان، دي كده زرع الربانة. شايف ايوه حضرتك طبقة ايوه طبقة الطين، طبقة السويل دي أو التربة، شايف شايف الطبقة اللي دي عمقها ما بين 6 ل 8 متر، وهذه طبقة التربة تحتيها طبقة صخور. يعني اللي بيطلع ويقول لك لا يمكن إن أنت تزرع خلف سد السرج، منهم 2 3 أو 4، الوحيد اللي بيدافع عن هذا الأمر بصراحة هو الدكتور نادر نور الدين اللي هو الراجل بتاع الزراعة، اللي بيقول لك لا، في إمكانية كبيرة لزراعة المناطق خلف سد السرج، وتقدر ما بين 2.5 ل 3 مليون فدان. الكل بيقول لك لا، ده صخر جلموت. لا، ده الصخر الجلموت هنا تحت اسمه الصخر الأم، بينما التربة اللي فوقيه اسمها ريزيديوال سويل، وهي من أغنى التربة يعني أو الأراضي، لأنها بتاخد كل المعادن والمينرال من الصخر الأم ده، دي اسمها ريزيديوال سويل، بعمق لا يقل عن 8 متر، وتكفي تماما لزراعة مزارع قصب السكر التي تنوي الإمارات حلاوة الاستفادة حلاوة منها بعد اكتمال سد النهضة. فهنا في عندك ما بين 2.5 ل 3 مليون فدان قابلين للزراعة بمياه سد السرج وليس سد الخرساني. سد الخرساني ما ينفعش ان انت تزرع حوضه، انما سد السرج انت لما جبت المية فوق، والنهارده المية عند منسوب تقريبا حوالي 638، يعني في عندك عمود مية حوالي 50 متر في سد السرج، كافي جدا ان تسرب له ميه وتروي الاراضي دي، ودي اللي الامارات بتهدف في انها تعملها مركز لزراعه قصب السكر والاستفاده من الحصه الاثيوبيه اللي هي النهارده من اصبحت الميه، حق يعني كده الاثيوبيا. في استفادة من الحصة في توليد كهرباء واستفادة الزراعة تصب في المنطقة دي. ايوه، طيب. اوكي. دي المشاكل المائية حاليا في مصر اللي هي بيروج لها الإعلام المصري في إن ما تقلقوش كتيرة لمواجهة الجفاف القادم. أدي عندك وزير الري يقول لك مصر محتاجة 100 مليار دولار لمواجهة موجة الجفاف القادمة. فهنا يعني في خط إعلامي مصري بقيادة الحكومة المصرية في انها تسوق لفكره تحليه مياه البحر، واحنا شفنا الكلام ده وفي مصاريف كتيره بتتصرف على هذا الامر. كويس. وخليني اسمع كلام السيده المحترمه مدام هايدي فاروق، وهي محاميه وكانت تعمل مساعده لوزير المخابرات السابق عمر سليمان، وهي بتفهم كويس في الحقوق التاريخيه والكلام من ده. وهي مهندسة وهي محامية بالمناسبة، محامية شاطرة قوي. خلينا نشوف هي بتتكلم هنا بتقول ايه. ما فيش صوت يا بروف، صوت مش طالع ناحيتنا هنا. يا دكتور ايوه. الصوت مش طالع ناحيتنا هنا. اوكي، ممكن تبحث عن هذا عن ال تمام، معروف معروف. او هبعته لك في التسجيل كمان شويه. خليني خلاص نشغله عشان ده خلاص هيكون في التسجيل. ترجمة
في ذلك الوقت، فلن يتخذ شيء. يعني حضرتك سألتي طلبتي تعرفي طيب يا بروف، فانا هبقى اكمله انا في التسجيل، ما في تقلقش. التسجيل ما انا لازم اخلصه عشان تسمعه. هو حتى في العرض ده حقوق القناة اللي بتذيعه دي، ليها حقوق عليه، فلازم نتدخل فيه بالمونتاج. اوكي، هنا المحامية هايدي فاروق بتقول لك والله في حد تسبب في ايقاف يعني مواجهة سد النهضة، وكان يسعده جدا ان يكمل هذا المشروع بسبب ان هو هيستفيد في مصر داخليا من مواضيع محطات تحلية مياه البحر. وده عندك هنا شيمون بريز اللي هو رئيس اسرائيل السابق، وهو بيتكلم بيقول لك ان احنا تواصلنا مع الحكومه المصريه، ده الكلام ده بعد الثوره، يعني تقريبا بيتكلم سنه 14 او 15، وبيقول لك ان احنا تواصلنا مع الحكومه المصريه وقلنا لهم مفيش داعي تدخلوا في حرب مع اثيوبيا، احنا مستعدين نخلي كل نقطه ميه في الميه عندكم تتحول لخمس اضعاف، يعني مهما كانت العجز في الميه اللي ناتج عن سد النهضه ما تقلقوش، احنا عندنا تكنولوجيا تحليه المياه اللي ممكن بشويه ميه قليله في مصر نخليها خمس اضعاف. ولذلك كان هدف السيسي الاساسي كله هو تحليه المياه ومعالجه المياه، لان التكنولوجي بياخده من اسرائيل، وده يعني بيساعد في المعاملات ما بين مصر واسرائيل. اوكي، بالنسبه لعمليه تحليه المياه، كما تعلم حضرتك بان السعوديه شغاله في عمليه تحليه المياه. كل انتاج السعوديه من عمليه تحليه المياه على مدار حوالي 50 سنه حتى اليوم لا يزيد عن حوالي 5 مليار متر مكعب في السنه. كويس؟ ده على الرغم انها بدات في الاستثمار منذ 50 سنه تقريبا، وعندها القدره الماليه وعندها الغاز الطبيعي وعندها البترول الكافي الذي يمكن ان يستخدم لتحليه المياه. وحتى هذه اللحظه وهي اكبر دوله في العالم في مجال تحليه المياه، ولكن قدرتها لا تزيد حتى هذه اللحظه عن 5 مليار متر مكعب في السنه. فانت النهارده جاي تبدا في مشاريع تحليه المياه علشان تغطي عجز متوقع من المياه في مصر بحوالي 30 مليار، وتقول لي انا هبدا استثمر في محطات تحليه المياه. طب انت محتاج وقت قد ايه وهتجيب فلوس منين؟ انت مش السعوديه. فدي قضيه. فتحليه المياه ليس علاج لمشكله العجز المتوقع لسد النهضه، وخاصة وفقا للكلام المنشور بالأخبار اليوم، تكلفة المتر المكعب حوالي $1000، تكلفة من حيث التكلفة بتاعت
البنية التحتية، علشان تعمل بنية تحتية كل متر مكعب هتطلعه هيكلف من حيث البنية التحتية $1000، كويس؟ واللي هيغطي مش هيغطي يعني حتى 1% من مياه الشرب. احنا مياه الشرب عندنا في مصر حوالي 11 مليار متر مكعب، 1% يعني حوالي كل الإجمالي اللي احنا بنطلعه دلوقتي حوالي 100 120 أو 150 مليون متر مكعب في السنة مش في اليوم. طب ايه الحل؟ الحل ان احنا نعمل حاجة زي النهر العظيم بتاع قذافي. معايا يا استاذ محمد ولا مش معايا؟ سامعني؟ ايوه مع حضرتك اهو. اوكي. الحل للدولة المصرية ان احنا نعمل نهر زي النهر العظيم بتاع القذافي، كويس؟ خط انابيب تحت الارض يصل من اسوان الى ساحل البحر المتوسط ويمر على القاهرة واسكندرية والصعيد والكلام ده، ويكون بهدف ان انت تحط الانابيب بتاعتك عند النقطه دي. شايف حضرتك النقطه دي؟ شايف حضرتك النقطه دي 132؟ ايوه اوكي. النقطه دي اللي هي المنسوب بتاع انفاق السد العالي. الانفاق بتاع السد العالي قطرها حوالي 15 متر تقريبا، منسوبها الاعلى 147 ومنسوبها السفلي 132. انت محتاج ان انت تبدا الخط الانابيب اللي انا بكلمك عليه ده، خط الانابيب يتوصل من النقطه دي. شايف النقطه دي 132 فاقل النقطه دي، او حتى 100 174 فاقل. الميه هتكون في سد العالي هنا طول الوقت مهما حدث في النيل الازرق او النيل الابيض. اثيوبيا بنت سدود تانية، جنوب السودان بنت سدود تانية، تحت اي اسوأ ظروف هيكون لازال في مية تحت المنسوب 174 147 سوري، اللي هو يسموه المنسوب التخزين المية. فلو احنا بدأنا حط الانابيب ده هنا في النقطة دي هيبقى عندك مية كافية تحت اي ظروف علشان توفر مية للشرب. فلو احنا بدل ما بنعمل تحلية عملنا مشروع زي مشروع النهر العظيم ده يربط ما بين المخزون الميت للسد العالي ومحطات معالجة المياه اللي موجودة في اسكندرية وفي سوهاج وفي المنيا وفي القاهرة وكل الكلام مباشرة، فتبدأ المياه بتاعة الشرب تمشي من خلال المواسير دي وتروح مباشرة لمحطات المعالجة، أؤكد لك إن المواطن المصري لن يعطش تحت أي ظروف. ليه؟ المية هنا نازلة بيسموها الجاذبية الأرضية، فعايز مش محتاج محطات رفع. بينما مشاريع التحلية اللي أنت بتعملها في البحر المتوسط والبحر الأحمر أنت هتطلع المية وتضخها عكس الاتجاه أو الانحدار بتاع الدولة المصرية، هتضخها من منسوب البحر صفر الى منسوب القاهره فرضا عند 20، فانت محتاج محطات ضخ، كويس؟ بينما انت لو عملت المشروع بتاع القذافي ده وبتاخد من المنسوب الميت للبحيره السد العالي هنا، فانت الميه بتاعتك هتنزل تحت نظام الجاذبيه، مش محتاج اي محطات رفع، وتبدأ بقى تتوزع من خلال شبكة تروح مباشرة إلى محطات المعالجة اللي الناس بتشرب منها. ليه؟ ليه أنت بتعمل كده؟ لأنك أنت لو ما عملتش كده وبدأ سد النهضة يشتغل ويحصل عندك عجز، لما هيحصل عندك عجز ممكن هيجي عليك وقت من الأوقات إن ما يبقاش في مية يمكن إن أنت تنزلها علشان ري الأراضي. طب انت النهارده واحنا بنتكلم الميه بتاعت الشرب بتاعتنا بتيجي ازاي؟ الشعب المصري بيستهلك 30 مليون متر مكعب يوميا، 30 مليون مش مليار. ال 30 مليون دول بيتحطم فوق الميه بتاعت الري. فلو احنا هنا في اكتوبر تقريبا بحيره ناصر بتطلع حوالي 180 مليون متر مكعب للشعب المصري في اليوم، 150 لزوم الري.
وال30 لزوم الشرب. طب انت لو حصلت عندك مشكلة وما بقاش عندك مية للري، هتبعت ال30 مليون بتوع الشرب ازاي؟ لان دول بيركبهم فوق الري، هتبقى مشكلة. لذلك فمن الـ من الـ من الضروري جدا عمل هذه الانبوب، بحيث ان لما مصر تواجه مشكلة مفيش مية للري، ما يبقاش في مشكلة، نقدر ان احنا نورد مية للشرب من المخزون الميت بدون ما بنطلع مية للري. من المهم جدا جدا خلال السنوات الجاية دي ان احنا نفصل ما بين ميكانيكية مياه الشرب عن ميكانيكية مياه الري. ده احد الاقتراحات اللي انا بقترحها. الاقتراح الثاني، وده انا اتكلمت فيه من سنة 15 و12 في جريدة الدستور، وهو ان احنا نعمل نفق يصل ما بين نهر النيل وحوض الكونغو. نهر النيل وحوض الكونغو نفق، يعني انت عارف الاعلام المصري بيتكلم عن منذ فترة طويلة جدا عن مشروع ربط النيل الابيض بحوض الكونغو، ولكن هذا ربط سطحي. بمعنى ايه؟ ان يرفعوا من الميه، لان حوض الكونغو اوطى من النيل الابيض بحوالي 250 متر، فانت محتاج ترفع الميه من نهر الكونغو بست محطات ربط، كل محطه ترفعه 40 متر 40 متر 40 متر، محطه زي محطه مبارك، ترمبات مبارك، وما بين المحطه والثانيه بتعمل خط انابيب يربط ما بين المحطه الاولى والثانيه والثالثه والرابعه، وقصه كبيره قوي يعني. كويس؟ انت يعني محتاج حاجه حوالي 250 انبوب بقطر 2 متر يوصل ما بين المحطه الاولى والثانيه وما بين الثانيه والثالثه لغايه لما توصل للنهايه. فطبعا ده المشروع، ده مشروع محتاج طاقه كبيره جدا تعادل حوالي تقريبا ما بين 25 ل 30 سد، زي سد العالي، طاقه سد العالي، عشان يتم 30 المشروع. 30 ضعف، 30 ضعف، يعني سد العالي بيطلع حوالي 2100 ميجا، انت محتاج حوالي 60 ميجا في الساعه علشان تتمكن من تشغيل 6 محطات دول على التوازي ورفع الميه لمسافه 250 متر. ماشي؟ فطبعا تكاليف كبيره جدا واهدار كبير جدا، وفي الاخر اللي هيجي لك كميه بسيطه. انا بقول لا، احنا ممكن نعمل نفق. شايف الحركة نهر الكونغو هنا؟ اوكي، ادي نهر الكونغو الازرق ده، وادي عندك بحيره تشاد. انت ممكن تعمل نفق تحت الارض بحيث تاخد الميه من نهر الكونغو، ينزل بنظام سموها الجاذبيه الارضيه. الجاذبيه الارضيه مش محتاج محطات رفع، كويس، وينزل في بحيرة تشاد. ليه أنا اخترت بحيرة تشاد؟ لأن بحيرة تشاد حاليا بتجف أو جفت، ودي عاملة مصيبة لهيئة الأمم المتحدة، وعندهم استعداد يدعمهم أي مشروع يعيد المية لبحيرة تشاد، لأن دي ظاهرة مناخية سيئة جدا لها عواقب كتيرة جدا. فانت ممكن تلاقي دعم كبير دولي لمشروع زي ده، لان بحيره تشاد انت هتعيد ملئها بالميه مره تانية. فانت عندك في فرق منسوب ما بين النقطه اللي انا بتكلم عنها دي كنفق وتشاد حوالي 150 متر، فانت الميه هتنزل عندك بشكل جميل جدا. سموها ايه، السرعه بتاعت الميه مش هتبقى سريعه، هتبقى ماشيه بسرعه معقوله جدا، مش هتسبب اي نحر او شيء من هذا القبيل، وهتنزل بدون اي استخدام اي محطات ترمبات زي ما كانوا بيتكلموا في الموضوع بتاع ربط الكونغو بالنيل الابيض. لا، دي هتنزل بالجرافتي، هتنزل بالجاذبيه الارضيه، هتملى تشاد. ما بين تشاد والنقطه دي اللي هي بتربط ما بين السودان وليبيا ومصر، كويس، المسافه دي حاجه بتاع حوالي 300 كيلو تقريبا او 350 كيلو، وفرق المنسوب حاجه بتاع حوالي 20 متر. فممكن جدا الميه توصل من تشاد، تعمل تاني انفاق تربط ما بين تشاد والسودان وتشاد ومصر وتشاد وليبيا، وتوصل الميه بتاعت بحيره تشاد عن طريق الانفاق ايضا الى الدول دي،
وهتنزل عن طريق الجاذبية، مش محتاج أي محطات رفع. لذلك إذا كان في إمكانية، وأنا أرى إن في استعداد دولي لمساندة مشروع مثل هذا، ليس بهدف إنقاذ مصر، ولكن بهدف ملء بحيرة تشاد مرة أخرى في عمل نفق يربط ما بين حوض الكونغو عند النقطة دي إلى بحيرة تشاد، وبعد ما تملأ بحيرة تشاد يبدأ توزيع المياه للدول دي. مشروع زي ده ممكن نجد عليه دعم دولي، وممكن نلاقي إن البنك الدولي داخل يساند هذا الأمر، ويساند مصر والسودان وليبيا في هذا الأمر. Alright. دي الفكرة اللي أنا اقترحتها من سنة 15 وقدمتها لرئيس الوزراء حينذاك اسمه محلب، ولكن طبعا لأن أنا من المعارضة ومن المغضوب عليهم، فكل الإعلام المصري بيروج لفكرة الناس اللي هي زي واتش كول الجدع ده اسمه ايه؟ نادر نور الدين وغيره، اللي هم بيدعموا فكرة ربط حوض الكونغو بالنيل الأبيض عن طريق ربط سطحي، اللي هي 6 محطات رفع من فوق من فوق و230 أنبوب وكلام من ده. فأنا ركبت لك النهارده بديلين لحل المشكلة في مصر. Alright. شيء ممتاز، شيء ممتاز جدا. وكده أكون اكتفيت، وشكرا شكرا للجميع شكرا شكرا وتحياتي لك. شكرا جزيلا. حياك تستطيع الله، إن أنت حياك الله، تقسم الحلقة دي لحلقتين، إن شاء وتحياتي الله لحضرتك. إن شاء السلام الله. عليكم، مع شكرا السلامة. جزيلا، شكرا جزيلا، حياك الله. حياك الله.